عجبتني لفتة إنسانية، بس عارفة مين اللي عملها؟ مين؟ مرتضى منصور. معقول؟ معقول يطلع منه حاجات حلوة؟ طالع شفتي؟ بصراحة طلع منه موقف حلو إنساني ولطيف كده. الخير بنقول دايما موجود في أي حد يعني. زملكاوية برضو، زملكاوية الزمالك برضو تسنيم. دوسوا بقى يا جماعة، دوسوا كتير على الزمالك. يطلع منهم حاجات شيك وبرستيج كده وحاجات جميلة. يلا يا ستي قولوا لنا الخبر. أقول لك أول خبر، في لفتة إنسانية مرتضى منصور بيكرم عمرو زكي بعد ما دخل في نوبة مرض نفسي. عمرو زكي طبعا كلنا عارفينه كزملكاوية والعالم كله، مش الزملكاوية بس اللي عارفينه. اوكي لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر الدولي اتعرض لمرض نفسي كبير جدا لأسباب محدش يعرفها تقريبا، يعني اتنسى خالص من الجماهير وبقى مرحلة في حياة أكتر من بطولة مصرية وخلص الكلام على كده. عمرو زكي قدم كتير الحقيقة لنادي الزمالك وقدم أكتر للمنتخب، ويكفي انه من الجيل الذهبي فعلا، صاحب بطولات 2006 و2008 و2010، كان فرود من طراز فريد زي ما بيقولوا كده، لكن اقدار الله سبحانه وتعالى خليته يوصل للي هو فيه دلوقتي. مرتضى منصور قرر بلفتة إنسانية يعني نحسبها خالصة لله سبحانه وتعالى، عمل بقى ايه، كرمه تكريمه الوحيد اللي مش نسيه. ونظرا للحالة المادية لعمرو، قرر ان مرتضى يعينه نائب لرئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك. وبالمناسبه يا جماعه يعني مش هتشوف الحاجات دي الا في بلدنا، يعني العالم كله المفروض انه بيكرم لاعبته القدام وفنانينه ومثقفينه القدام، كل الناس دي في وادي والمحاربين القدامى في وادي اخر، دول بقى نوادي وحمام وفراخ، والتانيين دول بتوع الفول دوخنا وداخ، هما بيلبسوا اخر موضه واحنا بنسكن سبعه في اوضه، هما بيمشوا بطيارات واحنا نموت بالاتوبيسات، هما حياتهم بامبي جميله، هما فصيله واحنا فصيله، مع ان احنا كل حاجه في الحياه، ما يعرفوش يمشوا من غيرنا، احنا السنه واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض، من عافيتنا تقوم الارض، وعرقنا يخدر بساتين، بس هنقول ايه، ربنا كريم، ربنا كريم وفعلا يعدي الازمه دي على خير. والحقيقه هو فعلا من الابطال اللي عملوا مجهود كبير جدا مع نادي الزمالك، وكان ليهم بصمه كبيره جدا، ورسم بسمه حلوه جدا وفرحه في قلوب نادي الزمالك، اللي الناس كتير بتقول ما بنفرحش كتير، ولكن هم من الناس اللي كانت بتفرحنا بصراحه، وكانوا بيدخلوا الفرحه قلوبنا، فربنا يعافيه ان شاء الله. والحقيقه نقول لمرتضى اول مره هنقول له شكرا، اول مره حاجه صح بالظبط، اول مره هنقول لك شكرا يا مرتضى منصور على اللفتة الإنسانية الجميلة دي، وجزاك الله خير عليها. طيب نتمنى كتير بقى، نتمنى كتير وكله يتعمل. سيبك من الحاجات التانية اللي انت بتعملها والاستديوهات والكلام ده.